تحية مسائية ندية للملك جمال فرفور، وتحية أيضا لكل المتابعين اللي انضموا الآن لمتابعة ظلال الأصيل. نفتح نافذتنا الأولى عن التنمية، ودائما الحديث عن المنظمات سواء كان منظمات الدولية أو منظمات المجتمع المدني فيه شيء من الراحة على أقل تقدير، لأنه مواعين الدولة مرات ما بتسعين وتنفذ كثير جدا من المشاريع من فجر الاستقلال. وحتى الآن السودان بمر بأزمات متلاحقة يعني في كل المجالات، فجميل أنه تكون في منظمات بتمد يد الخير ويد الإنسانية في المقام الأول أنه تنفذ مشاريع حقيقية على أرض الواقع. من ضمن هذه المنظمات خلينا يعني إذا جاز التعبير ممكن نقول أنه بلان سودان منظمة وطنية بالمعنى الكبير غير الداعمين. بلان سودان نفذت كثير جدا من المشاريع اللي بتهم الأسرة في المقام الأول والمجتمع وبتهم الطفل. نافذتنا في الأمسية الندية دي مع أستاذة آلاء عبد الرحمن الليدر، مسؤول المناصرة بمنظمة بلان سودان. نحن مبسوطين جدا أنه نلتقيك مساء حبابي كلف. أهلا وسهلا. الله يجزيك خير. تكلمت انه منظمات مختلفه متعدده سواء منظمات مجتمع مدني او منظمات خارجيه بتدعم الانسان في كل مجالات. بدايه للمشاهد اللي بتابعنا الان واول مره يتعرف على بلان سودان، المعنى العام لبلان سودان والاشياء اللي بتقدمها يعني بالنسبه للمجتمع باختصار. شكرا اول حاجه للمقدمه الجميله دي. الله يجزيك خير. لعمل المنظمات اذا كان زي ما قلت منظمات دوليه او منظمات مجتمع مدني، فهي كلها في النهاية فعلا زي ما قلت بالصف في خدمة يعني الإنسان والمواطن السوداني، إذا كان في على المستويين، إذا كان مستوى القومي أو المستوى الولائي والمحلي. فشكرا لك. منظمة بلان العالمية السودان هي منظمة قديمة جدا في السودان، هي من سنة 77 هي بدأت شغلها في السودان هنا. فهي بتعمل من أجل يعني حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم وبرضو الشباب علشان يعيشوا حياة كريمة ويتمتعوا بكامل حقوقهم. وهي يعني عندها فروع منتشرة في السودان، عندها الفروع الرئيسية هي في شمال دارفور وشمال كردفان، وفرع في جنوب كردفان، وفي كسلة، وفرع في القضارف والنيل الأبيض. طيب استاذ علي، ليه استهداف المناطق دي بالتحديد؟ يعني المشاهد اللي بتابعنا الان في مناطق مختلفه على مدى السودان، ليه اختيار المناطق دي بالتحديد من بلاد السودان؟ والله طبعا يعني ايوه يعني هي تكون يعني مما بدت المنظمه وبدت يعني تتمدد في الولايات، لاحظت يعني بيكون بعض الفجوات في المناطق دي، مثلا في شمال دارفور في الحروب، في كسلاء في النزوح، في فهي بتعمل يعني فهي يعني يعني رؤيتها يعني واسعة، فبتشوف المشاكل اللي هي بتقدر تتدخل فيها، فاختارت المناطق دي طبعا ببحوث ودراسات وكده. يعني الحكاية ما يعني ما الفروع دي فتحت يعني من فراغ. يعني المناصر والمتابع لنشاطات بلان سودان يبقى هي ما منظمة بس، منظمة عالمية واتخذت السودان مقر لها عشان تنفذ كل المشاريع بعيدا عن الاتجاه السياسي. نعم. فبشوف انه البناء القاعدي بتاعها من الأسرة والمجتمع نفسها، فصعب انه المنظمات حتى العالمية تكسب يعني رضا الناس رضا المجتمع ما لم هي تلمس هويتهم الحقيقية. بالضبط. فكيف قدرت بلان سودان انه تغوص في المجتمع والأسر بالتحديد؟ والله طبعا بلان بتشتغل مع المجتمعات، فكونك انت تشتغل مع المجتمعات اكيد حتكسب يعني حب اول حاجه المواطن البسيط وصغته بالمنظمه، لانها يعني المنظمه يعني بلان خدمت يعني المواطنين في كل الولايات اللي قلتهم لك دي، بتشتغل هناك في محليات. يعني احنا مشينا محليات كثيره وشفنا يعني 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 انسان المنطقه ذاته مما تقول له منظمات طالب يقول لك بلان يعني، فدي حاجه يعني بتفرحنا اول حاجه، ويعني بتحقق اهدافنا اللي احنا بنعمل فيها. فدي يعني برضو من الاستهداف برضو بتاع منظمة بلان العالمية، هي بتستهدف الناس المؤثرين في المجتمع. فإحنا في القسم الشغالة فيه وأنا أسي بعمل في قسم المناصرة، هو قسم هو التأثير والنوع الاجتماعي. فإحنا بنستهدف على مستويين، مستوى بتاع متخذي القرار والمستوى بتاع المجتمعات. المجتمعات منه أنت بتستهدف منه الناس الانفلونسر اللي هم المؤثرين في المجتمع، زي الشيوخ، زي النظارات، زي العمد، زي المشايخ، زي فالشخصيات زي دي الناس هي بتتأثر بيها. فأكيد أنت لما تأثر على شخصية مفتاحية أكيد الناس باقي حيتأثروا بنفس اتجاهاتك وحيحبوك لأنهم بيحبوا أصلاً
الشخصيه يعني زي العمده زي الشيخ مثلا في المنطقه. طيب استاذ علي، احنا ماشيين معك ببناء قاعده عشان لم بعدك نفتح النافذه الكبيره ندي المشاهد. بدينا بمادة دسمة جداً، عرفناه عن المنظمة وبتعمل في شنو التفاصيل دي كلها. الشل برضو الملاحظ في بلان السودان اهتمام الكبير بقضية التعليم. نحن في السودان هنا ده صح في مدارس على مد ولايات السودان، لكن البيئة التعليمية بتكون ما ملائمة. فبلان السودان بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بدأت تلجأ لجانب التعليم من فجر تأسيسه يعني. فخطتكم شنو انتوا في الاساس يعني التعليم؟ هل اذا بنيتوا في التعليم حتبنوا عقول جيده يعني سليمه ومجتمع معافى وكذا؟ طبعا اكيد يعني التعليم والصحه الاثنين دائما مربوطات مع بعض. يعني الاساس ليه بدايه من التعليم؟ التعليم والصحه يعني دوله بدون تعليم اكيد يعني ما حتنهض وما حتقدم. واحنا اكيد بنستهدف زي ما قلت لك الاطفال والشباب. الاطفال والشباب هم في نهايه الثمره اللي هم كل ما يتعلموا كل ما ادونا مردود يعني للسودان افضل يعني اكيد يعني. بلان بتشتغل في التعليم في كل الولايات اللي قلت عليك دي، بتشتغل مع الوزارة هنا على مستوى بتاع متخذي القرار هنا في وزارة التربية والتعليم. عندنا المكون بتاع التعليم هو يعني القسم بتاع التعليم قسم مهم جدا جدا. عندنا الصحة والتعليم والشباب، تمام؟ فهم الثلاثة ديلا بالنسبة لنا هم ديلا يعني البرامج المحورية اللي هي بلان بتقوم عليهم. فالثلاثة احنا نفصلهم من بعض خالص. لا تكلمت عن كذا لانه انا صراحة كشهادة تقدير لبلان سوداني عندي معها تجربة صراحة، تجربة مع دعمين من الخارج برضو لرعاية المواهب، ونحن كنا اطفال يعني كان في دعومات كثيرة بتجينا يعني تنمية مهاراتنا او كذا. اذا انا بتكلم معاكي يعني هسه من القلب للقلب كانه بلان سودان. أيوة. هي الان بتحضر في انجازات وكذا يعني اذا حققت على ارض الواقع. طيب فمن انجازات بلان هو يعني شاب طيب. متميز مذيع معانا. الله يكرمك. الاء نتكلم عن النافذة، نافذة المرأة والطفل يعني. من الصعب جدا انه تغير في عقليه مجتمع هو كان ماشي على مبدا معين بالنسبه لختان الاناث، ونحن الان بتابعونا المشاهدين ممكن يقولوا يعني جزء منهم والبعض منهم وبعض يعني ما كلهم يقولوا كملة المواضيع خلاص لما الناس تناقش الحاجه دي. في ظواهر صحيه سيئه جدا، في تقارير حقيقيه كانت طلعت من وزاره الصحه ومنكم انتم بخصوص ختان الاناث لحد ما جاءت تقارير جرمت الحاجه دي. فانتم نظرتكم ليها في المنظمه كيف ما يخص قضايا الاطفال ومناصرتهم؟ طبعا منظمة بلان العالمية السودان بتهتم بالفتيات والطفلات. فأكيد البتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى أو ما يسمى الفيميل جينيتال ميوتيليشن بنختصره بالـ FGM، فده من الأسباب يعني بيؤدي لمشاكل كبيرة جدا جدا للبنت وللفتاة وللمرأة تاني يعني فيما بعد لما تكبر. ففي مشاكل صحية ومشاكل نفسية أكيد لا تخفى على أحد يعني. والحاجة دي ما إحنا قلناها، لكن يعني كل التقارير والصحة وزارة الصحة معانا وكل الجهات الرسمية، وفي النهاية الحاجة دي ما في السودان بس بل عالميا أثبتة إنها هي في النهاية بتأدي لمشاكل، ومشاكلها يعني ما بتنتهي والبنت في مرحلة الطفولة لكن بتستمر معاها. فبعدها بتأدي يعني واحد من الأسباب بتاعت وفيات الأمهات، واحد يعني من أسباب ما كل الأسباب هي برضو من الممارسة بتاعت متر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. فبلان بتعمل في الحتة بتاعت التخلي عن متر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى يدا بيد مع باقي المنظمات والجهات الحكومية المختصة بالأطفال هنا في السودان. اشتغلنا كثير في الحته بتاعت التشريعات في القوانين بحكم انه بلان يعني بتشتغل قلت لك مع الشخصيات المفتاحيه او يعني على المستوى بتاع التخزين القرار. اكيد يعني عملنا لوبينج كان من بدايه الناس لما بدت نشتغل في الحته بتاعت دايرين تشريع او قانون يجرم الممارسه دي، تمام؟ فبلان بدت من الأول مع الشركاء الباقيين، الشركاء الحكوميين والمنظمات الدولية، فكان لها يعني أثرها الواضح في الحتة بتاعت استصدار المادة 141 فيما بعد. تمت إجازتها في 2020 شهر 7 تمت إجازتها رسميا وطلع قانون يجرم الممارسة دي. طيب أستاذ آلاء، القوانين الموجودة في السودان قوانين لا تحصى ولا تعد. نعم. يعني
والتنفيذ بتاعها مرات لأنه في خلفية بتاعت مجتمعات ما بيتم بالصورة المطلوبة، يعني ما في جزء من الردع. ولكن مخاطبة مثل هذا القضايا اللي بتهم الأسرة والمجتمع هو مخاطبة للجذور الحقيقية. وانت قبل تكلمت عن العمد والمشايخ والأهالي اللي عندهم كلمة مسموعة في كثير من الأقاليم، يعني فكيف ممكن بالدارج البسيط نوعي الأسر اللي بتتابعنا الآن في ظلال الأصيل إنه الحاجة دي غير إنه في قانون هي حاجة صحية ما سليمة بالنسبة لأبنائه، ممكن يكون عندها أثر الباقي عند الأطفال. فكيف ممكن أنتوا تلجؤوا لفكرة التوعية بعيدا عن المركز، يعني تمشوا عديل وتواعي ونازل وبالعاطفة، يعني ما بشي من الردع يعني والقوانين المجازة؟ أكيد طبعا طبعا، هو كل ما طبعا الحتة بتاعت العادات والتقاليد دي هي دي من أصعب، يعني أصعب يعني أصعب من الحاجات اللي أنت بتقدر تغيرها، لأن دي حاجة بنقول عليها ديب روتد في المجتمع أو يعني متجذرة في المجتمع، وهي حاجة يعني بتجي بالعادات والتقاليد دي صعب إنك يعني تمنعها بشكل سريع. لا صحيح. الحتة بتاعت القانون إحنا يعني عارفين الحتة بتاعت القانون هو ما كفاية عشان يوقف الممارسة دي. أكيد يعني في زي ما قلت في قوانين كثيرة، لكن في قوانين ما مفعلة. بس إحنا ده ذاته خوفنا إنه القانون بتاع الأول مادة 141 لا ما يفعل. فإحنا عشان كده يعني شغالين ده اتجاه براو إنه حتى بتاع التفعيل المادة 141 وتنفيذها في المجتمع، تمام؟ لكن من الناحية الثانية التوعية لازم تكون مستمرة على كافة المستويات، إذا كان مستوى قومي أو مستوى ولاية أو مستوى بتاع المحليات والمجتمعات. فالتوعية مستمرة ما من بلان بس، من كل الجهات، بلان برضو شغالة في المكاتب بتاعتنا بتاعت البروجرام ايريز أو الولائية، شغالة في المجتمعات في الحتة بتاعت السشنات البسيطة بتقعد مع ناس النساء والبنات ذاتهم. فهنا أشركنا الأولاد والرجال هم ذاتهم في التوعية، لأنه دي أسرة. واصبح انه يعني الاتجاه الجديد انه اصبح انه الرجال والاولاد هم ذاتهم يبقوا شركاء معانا في الحته بتاعت يعني التوعيه بالمخاطر بتاعت الممارسه. وما في حياء في العلم، في النهايه دي صحه ودي سلامه لازم نحافظ عليها. طيب في زاويه ثانيه، انتوا بتعملوا شنو بالضبط كده عشان تقدروا توعوا؟ يعني هل شفهيه ولا بتصطحبوا معاكم حاجات عندها علاقه بالطب، يعني تشرحوا او كذا توروا الاسر المخاطر اللي ممكن تترتب على عمليه الختان؟ طريقه التوعيه ذات عندكم كيف في بلاد السودان وانت كمسؤول يعني؟ طيب في السابق لما بدات الحكايه تحت التوعيه دي، لما كان هنا مثلا امسك لك هنا من على المستوى بتاع متخذي القرار، كان اول حاجه الفهم انه بيكون في عده محاور احنا بنعمل فيها، المحور الطبي والقانوني والاجتماعي أو النفسي والديني. لكن خلاص هنا يعني على المستوى بتاع اتخاذ القرار أصبح الناس أوير أو يعني عارفة بالمخاطر بتاعته وكده، بقينا نمشي في مستوى أعلى من كده بتاع خلاص في بوليسي في قانون في كده. أما لكن على المستوى بتاع المجتمعات ومستوى بتاع الولايات فعلا زي ما قلت بنشتغل في الأربعة محاور دي. المحور الديني لازم أنت في النهاية تتكلم معاه بلغة الدين، لأن أنت عارف الإنسان السوداني صحيح. يعني بتأثر بالدين ويعني في النهاية إحنا مسلمين يعني صحيح. يعني فبنوريهم إنه يعني إحنا يعني بنستصحب معانا ناس شيوخ متمكنين وعارفين، فبيعني بالحجج والبراهين وبالأحاديث فما ما دار خط في حتة الدين دي التفاصيل. بالنسبة للجانب الصحي أكيد معانا برضو جانب الصحي من وزارة الصحة أو أطباء، فديل برضو بيمشوا معانا. فالحتة حكاية متكاملة صح. الحكاية متكاملة زي ما قلت، ويعني المكاتب بتاعتنا في الولايات ما مقصرة أبدا في الحتة بتاعت إنهم بيمشوا كل ما يشوفوا مجتمع وفيه يعني البراكتس أو الممارسة عالية هم بيدخلوا المجتمعات. طيب نجيف برضو في مكاتبكم إن شاء الله بعد نشاهد التقرير ده مع المشاهدين ونجي لطريقة التشبيك ذاته وإنتوا بقية المنظمات التانية بخصوص طبعا. الموضوع ده نشاهد مشاهدين التقرير ده ونجي تواصل تاني نفصل أكثر مع أستاذ آلاء. التحية والتجلة لأبناء وبنات ورجال ونساء بلادي السودان، اليوم نجدد التزامنا
بعدم التسامح مطلقا لممارسة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ونجدد التزامنا كمنظمة بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الطفولة للاحتفال بالتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق للمادة 141، ويأتي الشعار هذا العام ونركز على دور الرجال والأولاد وكل الشركاء في تنفيذ المادة 141 والعمل معا لتحريك الموارد لتنفيذ القانون الذي يجرم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في السودان. في الحقيقة المعرض ضمن البرامج للمجلس اللي هو في 6 فبراير، هو احتفال كبير فيه مناشط كثيرة وبرامج كثيرة. نفذ البرامج في هذه السنة في ولاية نهر النيل في مدينة الدامر بالتحديد. المنشط بتاع اللهم صل على سيدنا محمد، المنتدى الإعلامي، أقيم في مدينة الخرطوم في المجلس القومي لرعاية الطفولة بقاعة المؤتمرات. مع المنتدى الإعلامي أقيم معرض اللي هو المعرض خاص بالحملة حملة سليمة اللي اشتغل فيها المجلس القومي لعدد طويل من السنين، وصراحة يعني كان في مجهود مبذول من المجلس في ندوات وفي محاضرات وعملنا بوسترات وفي شغل بتاع لوحات. آخر شغل اتعمل في جامعة السودان اللي هي اللوحات الموجودة في المعرض اتعملت في جامعة السودان في كلية الفنون. المعرض حاليا أقيم ضمن البرامج بتاع 6 فبراير، ويعني عرض كل المناشط أو كل الأشياء الخاصة بسليمة اللي هي اتعملت حاجات كثيرة جدا، منها زي ما أنا ذكرت في السابق بوسترات، واتعملت ملصقات ولوحات فنية يعني عبر شباب جامعة السودان، واتعملت تيشيرتات وكابات وطرح نفس الطرح اللي أنا لابساها حاليا. احنا في هذا اليوم مصرين إصرار شديد جدا على أنه العام القادم لما نجي نحن نكون احتفلنا بإنهاء وتخلي كامل عن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. واليوم يشهد هذا الاحتفال الذي يقام المجلس القومي لرعاية الطفولة بشراكة مع بلان سودان عدد كبير جدا من الناشطين في هذا المجال ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية من وزارات مختصة بما فيها حتى القوات النظامية شريكة في هذا اليوم. نحن احتفالنا سنويا بيكون فيه شعار مرفوع. الشعار هذا العام هو عبارة عن الرجال والصبيان هم شركاء من أجل إنهاء أو عدم التسامح مطلقا مع بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. أهلا من جديد مشاهدينا، نواصل معكم الظلال الأصيل ونافذتنا لسه متواصلة عن الأطفال والتوعية. تحية لكل المتحدثين من المجلس القومي لرعاية الطفولة خلال هذه التظاهرة الكبيرة. نرحب مجددا بأستاذة آلاء عبد الرحمن الهدير، مسؤولة المناصرة بمنظمة بلان سودان. نعلق شوية عن الفيديوهات اللي شفناها دي، يعني روح حقيقية
لأنه تتوقف كل النشاطات السلبية دي. فالموجودين الآن داخل القاعة هل هم من مركز الخرطوم ولا برضو تشبيك لكل ولايات السودان؟ الفيديو اللي اتعرض الآن هو كان احتفالية مبارح، كان شراكة بين منظمة بلان العالمية السودان والمجلس القومي رعاية الطفولة. هو كان عبارة عن منتدى إعلامي بالاحتفال باليوم عدم اليوم 6 فبراير لعدم التسامح مطلقا مع بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. فالمتحدثين هم كانوا يعني أو الحضور كانوا أجلهم من الصحفيين والإعلاميين. المتحدثين الآن هم من المجلس القومي رعاية الطفولة، واللي تحدثت الأولى هي الأستاذة نايلة بشورة، هي رئيس قسم التأثير والنوع الاجتماعي بمنظمة بلان العالمية. والمتحدثة الأخيرة هي أستاذ إنعام، ورئيس جمعية إعلاميون من أجل الأطفال. طيب أستاذة آلاء، وأنت يعني في الميدان تشوفي التقارير اللي بترد وتشوفي بعينك يعني بزاوية شوفك يعني الاستجابة من قبل المجتمع والأسر، فنحن عايزين الآن نطلح كل المشاهدين كل المناطق اللي زرتوها كيف كانت الاستجابة؟ هل بداية بالرفض ولا برضو ساعدتكم الأسر والمجتمع من مختلف يعني القادة الموجودين فيهم؟ والله طبعا الحمد لله زمان كان في رفض عنيف جدا جدا بقابل كل الأتيام اللي بتطلع برا في الخرطوم وبرا الخرطوم يعني، فكان في رفض وكان في يعني استحياء في ذاته في تناول الموضوع ذاته. أيوة، فلكن الآن أصبح في يعني توعية، يعني التوعية بقت كبيرة والناس استجابت للتوعية دي. فيعني يعني بلان وكل الشركة هم بتطرق في الموضوع ده من سنين يعني في التوعية. فالحمد لله الطرق ده يعني جاب نتيجة إيجابية جدا جدا، وهو ده ظهر في يعني المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2014. النسبة يعني بتاعت الممارسة انخفضت، فده كان آخر مسح 2014، لكن للأسف ما تم مسح بعده عشان نشوف يعني النتيجة بتاعت العمل المشترك بتاع كل الجهات في الحتة بتاعت التخلي. فإحنا كنا بنطالب على أساس إنه يكون في مسح مخصص بالممارسة بتاعت الـ FGM. فالممارسة أكيد يعني 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 قلت، وده واضح كان في كل الـ يعني الـ الزيارات في الولايات. فكان يعني واضح جدا يعني، حتى يعني في آخر كان زيارة لولاية شمال دارفور، كان مشينا منطقة فيها، فكان الشباب الأولاد من عمر 18-24 يعني كانت دي من أولوياتهم. إحنا اديناه 11 أولوية اللي هي كانت في الخطة أو الاستراتيجية بتاعت بلان 2023-2027 الأخيرة اللي إحنا شغالين فيها دي، عندنا 11 أولوية قلنا لهم رتبوا علينا. ففي الترتيب يعني كان بتر وتشويه الأعضاء التناسلية وزواج الأطفال هم كان فوق يعني في أولوياتهم. تمام، بدون أي ضغط ولا إشارة منك؟ خالص ما في ضغط أصلاً. أنت بتتعامل أصلاً مع في الولايات بالضغط أبداً، ما حيستجيبوا لك. فذلك لاحظ ده الشباب، فهم يعني طوالي يعني خدتوها أولوياتهم، وبعد ذلك جاءت الحاجات الثانية ومنها برضو يعني الشباب وتشغيلهم وكده، لأنه بلان بتهتم طبعا برضو بتشغيل الشباب. آي، ودي النافذة يعني الموضوع ما بيختصر فقط بالتوعية. وانت ذكرتي لو كان ناس من المركز الرئيس بتاع بلان السودان مثلا إذا كان في الخرطوم أو بقية ولايات السودان، التأثير بيجي من إنسان المنطقة نفسه. يعني الشباب من شباب المنطقة أهلهم وسرهم ممكن يستمعوا لهم أكثر من أي بالضبط. مسؤول أو أيوة. شخص ثاني. هم طبعا الشباب هم طبعا يعني طبعا الزواج بيتم بدري يعني هناك من 18-24، غير زواج القاصرات. الشباب ذاتهم بيتزوجوا بدري في المجتمعات، فهم أكيد يعني حيفضلوا المرأة غير المختونة على المرأة المختونة. فهي بقى في توعية يعني كبيرة يعني، لأنه زمان هم كمان يعني كان في جزء من الحتة السلبية بتاعت الممارسة إنه هم الرجال هم اللي يعني بيختاروا المختونة غير المختونة، عشان كده كان النساء بيختنوا بناتهم على أساس إنهم يتزوجوا فيما بعد، ما يكون عندهم مظاهر اجتماعية يعني. أيوة، ولا مظاهر وصمة، لأنه كانت زمان بتكون كذا. أيوة، فيلا فعشان كده هم زمان فهذه حاجة اختفت يعني بدت تختفي.
أنا ما بقول اختفت لأن دي حاجة بالنسب طبعا أكيد يعني صح. والدراسات وكذا، لكن هي يعني المشاهدة ما هو نوع يعني هو نوع من إنك بتشوف النسبة زادت المشاهدة ذاته يعني ما أنت بتمشي هناك الملاحظات الأوبزرفيشن دي حاجة يعني معروفة يعني. فأنا من ملاحظتي يعني والتيم المعاي كله إنه يعني فيه توعية كبيرة يعني، وحصل يعني الناس استجابت للتوعية الواسعة وقللت النسبة يعني. طيب أستاذة، هل في جانب يعني وتقارير مخيفة اللي بترد في الفترة الأخيرة في حاجتين؟ الحاجة الأولى إنه بعد ختان البنيات يعني بتحصل نسب وفيات عالية نسبة لحسب الاختصاصيين يعني النزيف الزائد وكذا وكذا، والنسبة الثانية العواقب حتى في الولادة يعني ولادة السيدات، التعثر اللي بيجي منه نسب كبيرة بتاع وفيات. أيوة. فكيف انتم بتحصروا الحاجة دي بيناتكم وبتقدروا انتم تضغطوا على الجرح مباشرة بدون اي تلميع يعني؟ والله طبعا دي حاجتين مشتركات فيها الكلام اللي قلته ده، فيها هنا زواج الطفلات طبعا، زواج الطفلات برضه بيؤدي لتعثر الولادة للوفيات برضه بتاع الطفلات، فدي طبعا يعني هم طبعا حتى بتاعت البتر وتجاهلات الرسولية وزواج الطفلات موضوعين يعني نصيغات مع بعض فعلا، وهو طبعا يعني من الفقر ومن حاجات كثيرة بذات الزواج بتاع الصغيرات ده، من الفقر ومن خوف من البيت يعني تعنيس يعني في حاجات كثيرة كده يعني، لكن في النهاية كلها في النهاية يعني أقول لك يعني تغاليد مترسخة يعني كانت، لكن بدت فلكن الإحصائيات فهي دي يعني الحتة بتاعت الوفيات وكده دي أكيد طبعا وزارة الصحة هي دي الجهة الأولى المسؤولة. أيوة مسؤولة بالذات في حتة بتاعت المورتاليتي ريت بتاعت وفيات الأمهات في الولادة وكده يعني، عشان كده جهد مجتمع يعني ما بلان سودان بس يعني. فده المحور بخليني أنا أسأل يعني تشبيككم مع الجهات الثانية كيف غير الجانب الحكومي يعني. أيوة فبلان عشان يعني زي ما ربطي بكلامك ده، هي يعني أس الآن بلان عندها مشاريع إضافية عملتها عشان يعني الحتة بتاعت الوفيات بتاعت الصحة الإنجابية وكده، فعندنا مشروع اسمه بريك فري ده مشروع لوسي سنتين، وعندنا مشروع اسمه أوبيك، فدل الاثنين بيشتغلوا في الحته بتاعه الاوبك ده بيشتغل في الحته بتاعه الاعراف الاجتماعيه السالبه اللي هي زواج الاطفال وختان الاناث. أيوة. او بتر التشعبات التناسليه. البريك فري بيشتغل في الاعراف الاجتماعيه السالبه برضه وفي الصحه الايجابيه الاثنين، فالاثنين فهم الاثنين لصيغات جدا جدا بالحته بتاعه وزاره الصحه والتوصيات بتاعتها وفي الدراسات بتاعه وفيات الامهات وال الصحة الإنجابية يعني بشكل عام. طيب أستاذة آلاء، أنت قبل لازم نرجع شوية كده برضو عشان نأكد الحاجة دي، وإن التوعية ما بتقتصر يعني في مناشط ولا كده، لازم تكون مستمرة عشان تترسخ في ذهنية المجتمع يعني. ذكرت قبل إنه بتستهدفوا الشباب، بتستهدفوا الأسر، المجتمع، المشايخ، الناس المؤثرين. ولكن مرات إحنا ما بنسمع لآراء ناس أو مسؤولين أو كذا عن طريق المنصات، فمنخاطب الناس عن طريق الفنون وعن طريق الدراما، خاصة لما تيجي من الأطفال يعني، دعوها سليمة تعيش سليمة تنمو سليمة، حتى تأثير الأطفال بالنسبة لأنه هم يقولوا الحياة دي عندها مردود نفسي واقع على الأسر. أنت استهدافكم المنشطات الثقافية كيف في توصيل رسالتكم؟ والله إحنا الأنشطة بتاعتنا دائماً بتكون مثلاً مع الجامعات، مع المجلس القومي لرعاية الطفولة، مع جمعية إعلامية من أجل الأطفال، مع طفل آمن، مع جمعية مركز القلق للدراسات الصحفية. فإحنا يعني بنعمل شغلنا هنا على النطاق بتاع القومي عن طريق المنظمات الوطنية. أيوة. تمام؟ يعني برضو ممكن أقول لك برضو استهدفنا الأطفال كان في اليوم العالمي يوم الطفل الأفريقي، فكان يعني اليوم كامل كان بإعداد وإخراج الأطفال. أيوة. فكان يوم جميل جدا جدا، والأطفال هم ذاتهم يعني هم قالوا رسائلهم بطريقة واضحة جدا جدا، كان أتذكر يعني قالوها هم طالبين شنو من المسؤولين، وكان من المسؤولين الأمين العام لمجلس الطفولة اللي هو الجهة الحكومية اللي هي بترعى الأطفال في السودان. فهو يعني سجل كل توصياتهم اللي هم قالوها بنفسهم، وترجمها برضو في لوحات برضو رسمها بنفسهم.
فده كان شغل جميل جدا جدا، ويعني الأطفال هم براهم قالوا الحكاية دي. يعني على ذكر كلامك، الحاجة ممكن تمتد للمدارس القاعدة، يعني في الولايات اللي فيها محتيلة أكثر. في الولايات شغالين في المدارس. في المدارس أيوة. يعني ممكن السيئات تكون أكبر لأنه الحصص ما معظمها تكون تعليميه، حصص تعليميه تثقيفيه ممكن تفصل الطالب. أيوة. وهو يتعلم لانه جاي المدرسه هو يتعلم، فريق التعليم اثنين، تعليم صحي وتعليم اكاديمي. بالضبط. يعني في المدارس في الولايات اللي فيها مكاتب المنظمه هم شغالين في المدارس، والاطفال هم ذاتهم يعني بتلقى حتى في الولايات اللي انا قبلك ذكرتها عليك، يعني منظمه بلان يعني مستحوذه صراحه، مستحوذه على المناطق اللي احنا يعني الاطفال كلهم بيعرفوها بيحبوها، لانهم يعني لصيغين بها شديد يعني مع التيم العامل هناك. يعني ففي حاجات كثيره يعني الاطفال هم بيحتفلوا بها في المدارس، بيكون واضح يعني دائما انت في مجتمع ضيق الحاجه بتكون واضحه، ما زي هنا على المركز القومي، هنا بتكون صعبه شويه، اول يعني المكتب القطري هنا في الخرطوم. فبرضه في حاجه تاني نسيت اقولها، بيحتفلوا كثير في في في, في الاحتفالات العالميه بتاعت الاطفال، يعني الحاجات اللي لها علاقه بالاطفال، ما بس في الاف جي ام ولا الكاين مري، لكن في حاجات كثيره. فبيحتفلوا في الولايات، في كسلة، في النيل الابيض، فدايما يعني بيجينا. انا عندي فيلم مفروض اصلي نعرضه بعد شويه، هنعرضه طوالي. فده نوع من كمان شنو، من انه يعني في الولايات الاثر بيكون واضح في شنو، في انه البيت ذاتها من الوصمه بتاعت انه هي مختونه وكده، هي بقت تتكلم. هي شافت الالم اللي هي عانته، وبلان عملت شنو، فهي ذاتها بقت تتكلم، بقت هي ذاتها مؤثره في المجتمع اللي بيها. فافتكر الفيلم طيب. يتكلم عن طيب. الحاجه. انت اخذتي دور المقدم مع بعض. نشوف الفيديو اللي ذكرته استاذه الاء، ومن ثم نعود انه نملي مع اطراف الحديث وتصل التوعيه في بريد المشاهد، في بريد المجتمع. نتابع مع بعض ونجي تاني مشاهدين. قلت لهم يلا بس انا حصل لي كده، بس انه لواي في البطن وجع البطن وكده. قلت لهم يعني ما عارفه، انا طبيعيه بس بمشي المدرسه بجي من المدرسه، بمشي المدرسه بجي من المدرسه، ما عارفه اي شيء ولا عارفه حاجه زي دي. قلت لهم يلا انا كده. قالت لي لا يا بنتي دي اصلا من العاده. قلت لها لا والله انا زمان ما قعدت يعني تجيني ومغاس وجع البطن ده شنو، انا ما عارفه ولا انا مورت. قالت لي كده. قلت لها بس ليه تعملوني كده؟ انا كنت صغيره ما عارفه، بس لما بقيت كبيره وعرفتها وناس بلان جو ورونا قال لنا هو كده ما صح. يلا انا عرفت اسوي، يلا حتى لو لقيت مره عندها شاب على طول تعمل لها كذا، نقول لها هي مصاح، لانه نحن زيها وقبل العمل لنا كذا، هو كذا مصاح. والله لحد هسه هي بس دي انا بشوف عادات من الناس، بس يطهروها ويمشي يختنوها ويوداك وسط يقول لك حصل لها وحصل لها، واصلا يكون السبب ام وابا. انا بجي وبقعد بس عشان من الشارع ومن البيت ونحصل له ونازيه كذا مصاح، بس من الأسرة من البيت أول وثاني للمجتمع تشرح له بصورة عامة، ويكونوا عارفين إنه هو الكلام ده ممنوع والكلام ده غلط والكلام ده مضر للأطفال أو الإناث الصغار. والله أنا بلا قدام دايرة أكون المجتمع تمام ومتعافي، والطريق الغلط بس ما يمشوا ويتوقفوا عنه ويتخلوا عنه، والحقيقة أصلا الناس يمشي بالطريقة الصح ويمشي بالطريقة الغلط. الحاجة هي غلط البنهوم منه يتخلوا عنه ويمشي بالطريقة السليمة الصحيح. أصلاً ديل تاني خلاص خلوا الناس المضوا ديل تاني الفات ما بيرجع، بس الصغار ديل لسه خلاص خلوهم يمشوا كده بطبيعتهم دي، وربنا قادر خلاص خلوهم كده، بس قالوا كده يمشوا كده. يعني إحنا ديل أصلاً مشينا خلاص خلوهم ديل يمشوا كده براحتهم، ده زمنهم هون، الزمن المضى ده مضى وانتهى ما بيرجع. اهلا جديد مشاهدينا. استاذ الاء في نقطه مهمه ومحوريه ذكرتها، انه بدل الناس تندم على الماضي والحصل في الماضي بالنسبه للسيدات اللي هم الان امهات وكذا، الزمن الماضي خلوه مركز في الزمن الجاي بالنسبه للاطفال. فدي نقطه جوهريه، انه أيوة. الفات ده احنا ما نلوم الحصل، يعني ما خلاص بفعله وعادات وتقاليد، فيبقى الجهد كله يتركز في الحاضر. صح، ده شغل بتاع ذاته. يعني الزولة دي يعني صراحه يعني قدمت رساله، هي سي قدمت رساله من زولة يعني بنت صغيرة وبنت يعني ما لاقت حظها في التعليم مثلا وفي كده.
فممكن نقول يعني دي رسالة من ناجيات يعني من ناجيات من الممارسة دي. أكيد يعني هو المستقبل كله للأطفال، مستقبل كله للأطفال، وإحنا بنعمل لهم الحاجة دي والحمد لله. يعني إحنا ماشيين، يعني أنا شخصيا كزولة شغالة في المجال ده من سنين، أنا شايفة إنه إحنا ماشيين في خطة ممتازة جدا جدا. طيب نشوف الخطة بتاعتكم في فبراير، في حدث كبير حيكون من قبلكم، بعد ذلك نشوف أبرز خططكم المستقبلية بخصوص الموضوع قبل ما نختم معك اللقاء. طبعا فبراير 6 فبراير اللي كان مبارح، طبعا ده يوم بنحتفل به سنويا، تحتفل به بلان العالمية السودان مع الشركة. طبعا هو يوم عالمي لعدم التسامح مطلقا مع بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. اليوم ده فكرة جات من وين؟ فكرة جات سنة 2003 في 6 فبراير برضو، كانت السيدة الأولى لنيجيريا ستيلا أوباسانجو كانت حاضرة مؤتمر عمله الدول الأفريقية لمناهضة يعني الممارسات الضارة بصحة الأم والنساء والأطفال. فمن اليوم ده يعني يتكلموا عن يعني مشاكل كثيرة بتقابل حاجات يعني أعراف اجتماعية، طبعا يعني الدول الأفريقية كلها متشابهة في الحاجات دي، في بالذات ممارسة الختان الإناث. طيب. والزواج المبكر. طيب سريع عن الخطة بتاعتكم. تمام. فهو اليوم ده احنا بنعتبره مبارح ده يوم للشكر بتاع كل الناس اللي قاموا بمجهودات. تمام. دي حاجة. امشي لك سريع في الحتة بتاعت الخطة بتاعتنا. الخطة بتاعتنا اللي قدام انه احنا نفعل القانون اول مادة 141 نفعلها بقدر الامكان. عندنا خطة مع الشركة بلان متدخلة فيها تدخل كبير جدا جدا وبتعمل عليها، ومنها في السي بدينا يعني احنا عندنا خطط يعني خطة ماشيين بيها. فعندنا استمارة وإن شاء الله حنوزعها في الولايات وحنشوف استجابة المجتمع للتبليغ عن الحالات اللي بتتم في الخفاء. إن شاء الله إن شاء الله قناة الشروق وتيم قناة الشروق في كل برامجه يكون معاكم ونصل لحلول مرضية يعني، وتصل التوعية للجذور المجتمع السوداني. قدرين جدا أستاذ آلاء عبد الرحمن اللي دير مسؤول المناصرة بمنظمة بلان سودان على كل الرشتات اللي قدمتيها بكل الريحية بالنسبة للمشاهد والأسر والمجتمع والطفل. كتر خيرك. شكرا جزيلا. شكرا لك.